بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام نحييكم ونرحب بحضراتكم اجمل واطيب تحية وترحيب من عاصمة الميادين حيث اعلنت انطلاقة شوطنا الثالث للابكار الحقايق. ابدا في هذه اللحظات مع مقدمة الشوط لأتابع الظبية لحمود بن حمد بن حمدان الوهيبي من يقدم لنا هذه الانطلاقة. ولكن أتابع دوشة القادم الشعار عبد الله بن حمد بن سعيد بالعبده الشامسية يقدم لنا شعار بينما المركز الثاني من الجانب الأيمن اللي حضرت ووصلت في هذه اللحظات احضرت هنا وتابع يذاب لحمد بسلطان بسيف المنصوري والمركز الثالث القادمة شعاع منصور بن راشد بن سعيد الزرعي من يقدم لنا انطلاقة شعاع المركز الرابع لفته المصبح بن عبيد بن سالم الراشدي من يقدم لنا شعار بينما أتابع المركز الخامس الضبية للسعيد بن سالم بن حمد الإيديلي قادم بو سالم قادم مقدما لنا الضبية بهذا الحضور هنا ينطلق في هذه اللحظات ويقدم لنا الضبية هنا سعيد بن سالم بن حمد اليديلي يا سلام ولكن الحضور ولكن القدوم مرحبا بهذا القدوم غيم 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 احضرت غيم هنا في هذه اللحظات بشعار نايف بن مبارك بن صلوم القبيسي انتباهي القادمة انتباهي الحاضرة بشعار عابر بن خلفان بن محمد الهاملي بقيادته وحضور بوسعيد خميس الغوشري مرحبا يا بوسعيد في هذه اللحظات القادمة أيضا والحاضرة من صورة لصالح بن خميس بن عبد الله السعدي من يقدم لنا شعار ولكن العودة إلى مقدمة الشوط العودة إلى لفته بشعار مصبح بن عبيد بن سالم الراشدي يقدم لنا لفته والكيلومتر الأخير الكيل الخطير يا إخوان الناموس يقترب الفوز يقترب يا راعي لفته القادمة بكل قوة منصورة صالح بن خميس بن عبد الله السعدي من يقدم لنا شعارة بينما القادمة الحاضرة في هذه اللحظات هنا انتباه بشعار عابر بن خلفان بن محمد الهاملي يا سلام يا سلام يا سلام على الشعارات الخطيرة والكبيرة ما بين انتباه في هذه اللحظات القادمة بالفعل انتباه غيرت من المركز الثالث إلى الصدارة يقدمها عابر بن خلفان بن محمد الهاملي ما شاء الله تبارك الرحمن الله يا سلام إلى الظفر السلام إلى الظفر السلام الغوشري الله 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 والنقطة الثانية يا أبو سعيد على هذا الفوز والانتصار نهني مالك انتباه عابر بن خلفان بن محمد الهاملي وخميس الغوشري أبو سعيد من قدمها في هذا الصباح مشكور يا الغوشري مشكور على الفوز والانتصار المميز والكبير المركز الثاني منصورة لصالح بن خميس بن عبد الله السعدي من قدم لنا الشعار والمركز الثالث كان حضور ومتابعين الكرام من لفته المصبح بن عبيد بن سالم الراشدي والمركز الرابع كان حضور من الضبي حمود بن حمد بن حمدان الوهيبي والمركز الرابع
أم الخامس المركز الخامس كان حضور بالفعل اللي هي الورقة لمحمود بن محمد بن سالم الوهيبي تانينا لمالكي انتباه عابر بالخلف آل بن محمد إلهام لعلى هذا الفوز والانتصار ومشكور يا خميس القشري يا من قدمت وتابعت انطلاقتي انتباه 4 دقائق 25 ثانية بالوفاء والتمام تهانينا والف مبروك على هذا الفوز والانتصار الجميل. المركز الثاني كانت منصورة لصالح بن خميس بن عبد الله السعدي من قدمها 4 دقائق 28 ثانية 7 أجزاء من الثانية تهانينا على هذا الفوز والانتصار. المركز الثالث اللي هي لفتة لمصبح بن عبيد بن سالم الراشدي 4 دقائق 29 ثانية و5 أجزاء من الثانية. أما المركز الرابع كان حضور أيضا الظبي لحمود بن حمد بن حمدان الوهيبي 4 دقائق 31 ثانية و7 أجزاء من الثانية. أما شعار المركز الخامس 4 دقائق 32 ثانية 7 أجزاء من الثانية. من احتلت المركز الخامس كانت الورقة لمحمود بن محمد بن سالم الوهيبي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.